طبعا أنا لي وجهة نظر خاصة بصراحة، يعني ما حصل في ساحة الاحتفالات أنا أعتبره تضخيم، يعني تضخيم إعلامي، وربما لا يستوجب هذا الكم الهائل من الانتقادات، في حين أنت جنابك ربطتي بين الفصائل وتدخل الفصائل في الحكومة السابقة والحالية. نعم أريد أؤكد على أمر مهم جدا، شوفوا اليوم عندما نتحدث عن فصائل، هناك فصائل مقاومة، هناك فصائل إسلامية، هناك فصائل غير إسلامية. يعني عندما ندخل ويعني هذه الفصائل ولا نسميها بمسمياتها، يعني اليوم بصراحة راح نتشعب بالأمور. نعم لذلك اليوم يعني شوفي أكو سوء وعدم دراية بإدارة المهرجان بصراحة. الفنانة شذا حسون التي يعني أدارت المهرجان وهي من نظمت المهرجان، كان المفروض تراعي هذه المشاعر مجتمعنا، وأيضا نحن في وقت يعني ربما انتخابات بعد أقل من شهرين. لذلك يعني شوف احنا عفنا المصائب وعفنا الكوارث وعفنا كل هذا الهم، وقعدنا ننقر بدف هذه يعني اللي صارت في ساحة الاحتفالات والمهرجان بمناسبة العيد الوطني. لذلك عندما ندخل الفصائل ونقحمها بهذا الأمر، لا هذا أمر مغلوط بصراحة. علينا أن نسمي من هي الفصائل الرافضة لعقد مثل هذه المهرجانات. صحيح أن هناك يعني مظاهر فاضحة ويعني وجود بعض الفنانات والفاشستات وبعض الأمور الأخرى، يعني شوفوا إحنا بصراحة نعتبر العراق ديمقراطي، وهذا طبعا اني هذا اللي صار والانتقادات هاي تعزز بانه العراق فعلا يعيش مرحله ديمقراطيه. النقد هو حاله صحيه، وايضا عدم القبول والقبول هي حاله صحيه تدل على انه فعلا العراق يعيش اوج الديمقراطيه. لذلك عندما نشابه بين الحكومتين السابقه والحاليه، يعني هذا اعتبره امر يعني خاطئ. عندما نقارن بين الحكومه السابقه والحكومه الحاليه، يعني قد تكون لكل حكومه خصوصيتها، وايضا عندما تتواجد بعض الشخصيات في هكذا مؤتمر بحكم انها شخصيات وزاريه